اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنعمل مع بعض النهاردة وحدة دايرة مفرش، طريقة بسيطة وسهلة وشكله جديد وجميل. هنبتدي وهنعمل عقدة البداية. وهنرتفع 6 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهروح عند اول سلسلة عملتها واقفل فيها بغرزة منزلقة. بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهدخل جوه الحلقة اللي انا عملتها وهعمل 23 غرزة عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. يبقى كده ارتفعت بعد ما عملت 6 سلسلة وقفلت بغرزة منزلقة في تالت سلسلة، في آخر في أول سلسلة عملتها، ارتفعت 3 سلسلة واشتغلت جوه الدايرة 23 غرزة عمود بلفة مع ال3 سلسلة اللي أنا عملتهم، هيبقى 24 غرزة عمود بلفة. دلوقتي هغير اللون، هدخل في تالت غرزة سلسلة اللي أنا كنت عملتها سلاسل الارتفاع واسحب اللون اللي أنا عايزاه. وهقص الخيط الأصفر وهربط الفتلتين في بعض من ورا. بعد كده هشتغل 8 9 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هلف الخيط على الإبرة واسيب غرزة سلسلة التانية وهدخل في الغرزة التالتة وهعمل فيها غرزة نص عمود. وبعد كده هشتغل في 5 غرزة عمود بلفة، في كل سلسلة هعمل فيها غرزة عمود بلفة. كده أول غرزة عمود بلفة، هروح للسلسلة اللي بعديها وهشتغل فيها غرزة عمود بلفة، واللي بعديها هشتغل فيها غرزة عمود بلفة، واللي بعديها هشتغل فيها غرزة عمود بلفة، واللي بعديها هشتغل فيها غرزة عمود بلفة. كده اشتغلت 5 غرزة عمود بلفة واروح عند السلاسل اللي تحت واسيب غرزة وادخل في الغرزة التانية واعمل فيها غرزة حشو. بعد كده هشتغل 9 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وهسيب سلسلة التانية
وهدخل في السلسلة الثالثة واعمل فيها غرزة نص عمود، هروح للي بعديها وهعمل فيها غرزة عمود بلفة، واللي بعديها هعمل فيها غرزة عمود بلفة، واللي بعديها هشتغل فيها غرزة عمود بلفة، واللي بعديها غرزة عمود بلفة، واللي بعديها اشتغل فيها غرزة عمود بلفة. يبقى انا برتفع 9 سلسلة وبسيب سلسلة التانية وبشتغل في السلسلة التالتة غرزة نص عمود، وبعد كده بشتغل 5 غرزة عمود بلفة، وبعد كده بسيب غرزة وبدخل في الغرزة اللي بعديها وبعمل فيها غرزة حشو. وبفضل ماشية بنفس الطريقة ان انا برتفع 9 سلسلة وبسيب سلسلتين وبدخل في السلسلة التالتة وبعمل فيها غرزة نص عمود، وبعد كده بشتغل 5 غرزة عمود بلفة، بعمل في كل غرزة سلسلة غرزة عمود بلفة كده التانية كده التالتة كده الرابعة كده الخامسة، بعد كده بسيب غرزة سلسلة وبدخل في التانية وبعمل فيها غرزة حشو. وبفضل ماشية بنفس الطريقة ان انا برتفع 9 سلسلة وبسيب سلسلتين وبدخل في السلسلة الثالثة وبعمل غرزة نص عمود، وبعد كده بشتغل 5 غرزة عمود بلفة، وبعد كده بسيب غرزة وبدخل في اللي بعديها وبعمل فيها غرزة حشو. هكمل بنفس الطريقة لآخر الدور وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني وعملت بنفس الطريقة، كونت معايا 12 ورقة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. دلوقتي هدخل اللون التاني هاجي هنا في اي ورقة في غرزة النص عمود، هاجي تحت النص عمود، تحت غرزة النص عمود بالظبط في قلبها، هدخل فيها واسحب الخيط، بعد كده هرتفع سلسلة في نفس المكان، هدخل واعمل فيه غرزة حشو، بعد كده هشتغل 6 سلسلة واروح للورقة اللي بعديها في غرزة النص عمود واعمل فيها غرزة حشو، وبعد كده 6 سلسلة واروح للورقة اللي بعديها برضو في غرزة النص عمود هعمل فيها غرزة حشو، بشتغل 6 سلسلة وبروح للورقة اللي بعديها تحت غرزة النص عمود بعمل غرزة حشو. وبفضل ماشية بنفس الطريقة ان انا بشتغل 6 سلسلة وبروح للورقة اللي بعديها تحت غرزة النص عمود بدخل فيها وبعمل غرزة حشو. برتفع 6 سلسلة وبروح للورقة اللي بعديها تحت غرزة النص عمود وبعمل غرزة حشو.
كده وصلت لنهاية الدور وهشتغل 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، واروح في غرزة الحشو اللي انا كنت عملتها واقفل فيها بغرزة منزلقة، يكون معانا بالشكل ده كده. ممكن نسيبها كده ونشبكهم وحدات في بعض بنفس الطريقة، لو حابة تسيبيها كده بتسيبيها، انما انا هكملهم هرتفع سلسلة، هلف الخيط على الابرة وهروح اشتغل في الفراغ ده غرزة نص عمود، بعد كده هشتغل 3 غرزة عمود بلفة، 1 2 3، بعد كده هشتغل 2 سلسلة وهشتغل 3 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2 3، بعد كده هشتغل غرزة نص عمود واروح هشتغل هنا غرزة حشو، وغرزة الحشو اللي كنت بعملها في الورقة هشتغل فيها غرزة حشو، هروح للـ6 سلسلة اللي بعديهم وهشتغل فيهم بنفس الطريقة غرزة نص عمود، 3 غرزة عمود بلفة، 2 سلسلة بنفس الفراغ هشتغل 3 غرزة عمود بلفة، اشتغل غرزة نص عمود وبشتغل فوق غرزة الحشو اللي كنت بعملها فوق الورقة، بشتغل فوقيها غرزة حشو وبفضل ماشية بنفس الطريقة ان انا بشتغل في كل فراغ 6 سلسلة، غرزة نص عمود، 3 غرزة عمود بلفة، 2 سلسلة، وبعد كده بكرر تاني بعمل 3 غرزة عمود بلفة وغرزة نص عمود في نفس الفراغ، وبعد كده بشتغل غرزة حشو فوق غرزة الحشو اللي انا كنت بعملها في الدور اللي فات في البتلة في الورقة نفسها، هكمل بنفس الطريقة لآخر الدور وارجع لكم تاني. وفضلت ماشية بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور واشتغلت في اخر 6 سلاسل، نص عمود، 3 عمود بلفة، 2 سلسلة، 3 عمود بلفة، اشتغل غرزة نص عمود بعد كده هقفل منزلقة في اول غرزة حشو عملتها، بعد كده هرتفع وابقى في السلسلة واقص الخيط الزيادة، تكون معانا واحدة جميلة بالشكل ده كده. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.